خالتي ليكي شوفي بعينك، ابنك لهلأ لسه قاعد بلا شغل، بس لساته عم يدلل مرته أكتر من قبل كمان. شو هاد؟ كيس برجر فاضي، كنتك الصغيرة أكلته بالليل، وطبعا أكلته لحالة. لا يجي زاهين، رح أحكي معه بالمشرمحي وقل له هذا الشي ممنوع منعا باتا، بقى يصير بهذا البيت مو حاج قاعد بلا شغل، وكمان بده يصرف كل مصاريع على مرته. يا الله، ليش انكتب علينا نبتلي بهيك وحدة مو مثلنا؟ خالتي أنا ما عندي أي مشكلة أبداً أنه زاهين يحب مرته ويدللها، بس على القليلة يشتغل. إذا ضل قاعد فترة طويلة بلا شغل بيكون عم يظلمنا. لأن صدقيني نحنا كلنا رح نتحمل هذا العبء الكبير. خالتي عن جد أنا ما عاد فيني أتحمل أكتر. بس ما في داعي أنه تبكي نهائياً، مستحيل خلي هالشي يصير بهذا البيت. ما في شي بفوت على البيت لهي البنت لو شو ما كان وشو ما كنا طابخين، هي بدها تاكل. يا أما بتضل جوعانة ما عادها مني.